يا أهل دمشق، إنكم تفخرون على الأمم بأربع: بهوائكم وفاكهتكم وحماماتكم ومائكم، فأحببت أن أزيدها خامسة: مسجدكم هذا. الوليد بن عبد الملك. الجامع الأموي. كانت الحياة في مدينة دمشق قبل التاريخ، وربما كان سكان دمشق الأوائل يقطنون في الغابات والأراضي الزراعية حول دمشق والتي تعرف الآن بالغوطة، ويعيشون على الزراعة. اتجه الإنسان دائما نحو العبادة والتعبد من خلال الاختلاء داخل الكهوف أو المغائر في الجبال أو على منطقة مرتفعة بعض الشيء عن محل سكنه. وكان تل المعبد في دمشق هو مكان أقام به إنسان دمشق القديم شعائره التعبدية، وأصبح مكانا أساسيا للعبادة على مر التاريخ، إذ كان موقعه ملائما لأداء الطقوس الدينية. وتشير بعض الدراسات إلى أن المدينة الأولى أنشئت حول المعبد، حيث توسع الكهنة في بناء المعبد على التل، وقام الناس على خدمة هؤلاء الكهنة واتخذوا بيوتا حول المعبد. وكانت هذه العلاقة بين الناس والكهنة والمعبد هي نواة مدينة دمشق. وحوالي 1003 قبل الميلاد استوطن الكنعانيون دمشق، ومن ثم العموريون، حيث أقاموا فيها مملكة لهم. كان المعبد النقطة المركزية في مدينة دمشق الكنعانية والعمورية، حيث أقاموا معبداً بأربعة أبراج وأربعة مداخل ومذبح في الوسط على غرار معبد تل حلف الكنعاني المقام بنفس الفترة تقريباً. وكان مدخل المعبد الرئيس من جهة الشرق، أي من جهة باب جيرون حالياً، حيث كان هذا الباب متصلاً بباب جيرون الباب الرئيس للمدينة آنذاك، فهو باب السفراء أو الباب الرسمي للمدينة. وعلى عادة العبادات العربية القديمة، كان الناس يقدمون القرابين داخل المعبد، وكانت القرابين تساق إلى المذبح من مدخل تحت الأرض خلال أنفاق تقود إلى ساحة المعبد حيث المذبح. ولا تزال هذه الأنفاق موجودة، فهي ممتدة من زقاق جيرون إلى قرب المئذنة الشرقية بجوار مشهد الحسين في الجامع الأموي حالياً، بعمق 4 أمتار وعرض كل نفق 4 أمتار مبلطة بالآجر. وهكذا أضحى المعبد هيكلاً مركزياً ضخماً يحج إليه الناس من مختلف المناطق. تطور المعبد تبعاً للعوامل التاريخية التي مرت بمدينة دمشق، كما تطورت المدينة وفقاً لأهمية المعبد ودوره الإقليمي، وتوزعت الأسواق والمواقع الاستراتيجية حول المعبد. وقد تأثر المعبد وأثر بالمراحل التاريخية التي مرت بها دمشق، وكان مرآة عاكسة لتطور المدينة. وعندما استوطن الآراميون دمشق منذ حوالي 1002 قبل الميلاد، اتخذوها عاصمة لمملكتهم، وأقاموا في المعبد الأساسي للمدينة معبداً آرامياً ضخماً للآلهة الآرامية حدد. وكان للمعبد 4 أبراج وأربعة مداخل وأروقة داخلية ومذبح في ساحة المعبد الداخلية، وبقي مدخله الرئيس من ناحية الشرق، ولم يتغير كثيراً عن المعبد السابق له. وعلى العموم، فإن المعابد العربية القديمة متشابهة كلها
من حيث التوظيف والهيكلة والتوزيع العمراني كمعبد بيل في تدمر مثلاً. إلا أن منطقة المعبد في تلك الحقبة أصبح لها دور إقليمي ومحلي، لا سيما بعد توسع المدينة الآرامية، حيث أصبحت المناطق التي حول المعبد مناطق محرمة، وكانت هناك طقوس معينة لدخولها، وانتشرت حولها الأسواق التجارية المختلفة، وأصبح الحجيج يأتون للمعبد الآرامي حاجين ومضحين من كافة أنحاء مملكة دمشق الآرامية. عندما سيطر اليونان على دمشق جعلوا المعبد معبداً خاصاً بعبادة آلهتهم زيوس، وأعادوا بناء المعبد كي يتلائم مع طراز العمارة اليونانية. وظل يؤدي دوره كمعبد يوناني حتى جاء الرومان إلى دمشق. فأصبحت المدينة رومانية الطابع كلاسيكية عظيمة من ضمن المدن الرومانية الثمانية الأساسية في الإمبراطورية الرومانية، وتحول المعبد إلى معبد ضخم للآلهة الرومانية جوبيتير، وكان مركزاً للمدينة، وانطبع بالهندسة الرومانية بكل أبعادها، فأصبح هناك معبد داخلي وأروقة خارجية وسور أساسي ضخم يحيط بالمنطقة المحرمة، وأصبحت المنطقة كلها منطقة مقدسة ذات درجات متعددة من الحرمة. وكان لمعبد جوبيتر تقاسيم كلاسيكية أساسية مشتركة مع معابد جوبيتر الأخرى، من حيث وضع تمثال جوبيتر داخل المعبد، ووجود تماثيل على الأبراج، ووجود مذبح في الساحة، بالإضافة لإحاطته داخلياً بالأروقة الرومانية ذات التيجان الكورنتية. وظل المعبد محافظاً على شكل هيكله الأصلي المتمثل بشكل مستطيل له أربعة أبراج وبداخله أروقة، وله أربعة مداخل رئيسة، وقد خصص المدخل الشرقي لدخول الأضاحي إلى ساحة المعبد الداخلي ومنه إلى المذبح. ومع قيام الإمبراطورية البيزنطية في القرن الرابع الميلادي تم اعتماد الديانة المسيحية ديناً رسمياً للإمبراطورية، فسمح بإنشاء الكنائس في أنحاء الإمبراطورية، وتم بناء العديد من الكنائس في دمشق، لكن أهم كنيسة كانت تلك التي بنيت في مكان معبد دمشق التاريخي، والتي أطلق عليها اسم كنيسة مار يوحنا المعمدان أو النبي يحيى عليه السلام. شغلت الكنيسة الجزء الغربي من المعبد القديم، وبنيت على أساس كاتدرائية ضخمة، مدخلها الرئيس من غرب المعبد، حيث تم إحداث مدخل ذي أروقة يمتد من باب السور الخارجي للمعبد حتى داخل الكنيسة، وكان لها صومعة رئيسة وضعت على البرج الجنوبي الغربي للمعبد. وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن رأس النبي يحيى بن زكريا عليه السلام موجود في هذه الكنيسة. وفي عام 635 للميلاد، أي الرابع عشر للهجرة، فتح المسلمون مدينة دمشق،
بعد انتصارهم على البيزنطيين في معركة اليرموك، واتفقوا مع أهلها على تقاسمها بحيث يبقى نصفها لأهل دمشق ويأخذ المسلمون النصف الآخر. اقتسم المسلمون بعد فتح دمشق أرض المعبد القديم، وذلك ضمن منطقة سور المعبد الوثني، حيث كان المسيحيون يصلون في كنيستهم التي أقيمت على الجزء الغربي من أرض المعبد، وأخذ المسلمون الناحية الشرقية المتروكة من قبل المسيحيين من أرض المعبد، وتركوا الكنيسة بالكامل للمسيحيين. أقاموا في القسم الشرقي أول مسجد في دمشق وأسموه مسجد الصحابة، وأصبح المسلمون يدخلون مسجدهم من باب المعبد الشرقي، والمسيحيون يدخلون كنيستهم من باب المعبد الغربي، ويقيمون شعائرهم جنبا إلى جنب. وظل الوضع كذلك حتى قيام دولة بني أمية، حيث قام خليفتها الأول معاوية بن أبي سفيان ببناء قصر جنوب جامع الصحابة أسماه قصر الخضراء، وجعل له مقصورة خاصة في محراب مسجد الصحابة، حيث يدخل إليها مباشرة من القصر الذي تم وصله بالمقصورة ليصلي فيها، خوفاً من اغتياله بعد محاولة سابقة تعرض خلالها للاغتيال. وأخذ خلفاء بني أمية بمشروع بناء المساجد في المدن الإسلامية الرئيسة، ففي عهد الخليفة عبد الملك بن مروان تم بناء مسجد قبة الصخرة والمسجد العمري بالقدس، وفي عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك كبرت الدولة الإسلامية وامتدت من الصين شرقاً حتى إسبانيا على المحيط الأطلسي. وكان هذا العهد هو عهد بني أمية الذهبي، وقد أكمل الوليد بن عبد الملك مشاريع بناء المساجد، فبنى المسجد النبوي في المدينة المنورة، كما رغب في بناء مسجد يليق بعظمة دولته يباهي به الإمبراطورية الرومانية وباقي الأمم. لذلك قام هو بتصميم الشكل المعماري للجامع الجديد، ولكن كان لابد في البداية من أن يضم باقي أرض المعبد كلها للجامع الكبير، أي أن يحول كنيسة مار يوحنا المعمدان إلى الجامع. فدخل بمفاوضات مطولة مع أساقفة دمشق، حيث لم تكن المهمة سهلة بالنسبة للطرفين، وخلصت تلك المفاوضات باتفاق الوليد بن عبد الملك مع أساقفة دمشق بإقطاعهم 4 كنائس شرق المدينة، إضافة إلى تعويضهم بمبالغ مالية كبيرة. وهكذا استطاع الوليد أن يضم الكنيسة إلى مشروعه الكبير، وباشر هو بنفسه بهدمها ووضع أساس البناء. أقيم الجامع الأموي على أساس وهيكل المعبد الأصلي، لكن بهندسة معمارية جديدة تتناسب وكون المبنى مسجداً، حيث تم تعديل اتجاه البناء من الشرق إلى الجنوب، وكان لابد من اقتطاع أجزاء شرقية وغربية البناء توازي الأبراج لتحديد القبلة نحو الجنوب. وهكذا تم تشكيل المشاهد 4. ويا
يبدو أن البرجين الشماليين للمعبد الأساسي كانا قد تهدما قبل المباشرة في بناء الجامع، لكنه تم الإبقاء على البرجين الجنوبيين الأصليين، فبنى الوليد عليهما مئذنتين، واحدة شرقية والأخرى غربية. في عام 705 للميلاد، أي 86 للهجرة، تم بدء العمل ببناء الجامع، واستمر البناء 10 سنوات، حيث بلغت كلفته ملايين الدنانير. وأشارت بعض المراجع التاريخية إلى أن التكلفة قدرت بنحو 6 ملايين دينار، بينما أشارت مراجع أخرى أن التكلفة بلغت 11,200,000 دينار. وشارك ببنائه 10,000 العمال من دمشق، من بينهم 12,000 مرخم. تم بناء سور الجامع من حجارة كلسية ضخمة من بقايا حجارة المعبد الآرامي القديم، وأعيد استخدام العديد من الأعمدة الكورنتية التي كانت في معبد جوبيتر. ويتألف الجامع من صحن له 3 أروقة من الشمال والغرب والشرق، وفي كل جهة باب رئيس، في وسطه متوضأ. أما في جهة الجنوب فيوجد الحرم الذي يتألف من 3 أروقة تتجه من الشرق إلى الغرب. وفي وسط الحرم يمتد صفان من الأعمدة من شمال الحرم إلى جنوبه لتنتهي بالمحراب الرئيس الجديد آنذاك للجامع. ومن غرائب الصدف أن توقيت افتتاح الجامع ترافق مع مناسبة عظيمة أخرى، وهي فتح الأندلس وعودة موسى بن نصير وطارق بن زياد ودخولهما المسجد في يوم افتتاحه. تأثر فن عمارة الجامع الأموي بالفنون السابقة له، والتي تجمعت في معبد دمشق بمرور آلاف السنين، والتي ضمت الفنون المعمارية الآرامية واليونانية والرومانية والبيزنطية، لكنه أضاف عليها فظهر بفن جديد عرف بفن العمارة العربية الإسلامية، الذي ظهر بعد ظهور الإسلام وبرز في عهد دولة بني أمية. جاءت هندسة الجامع الأموي مبتكرة، لم يسبق أن شيد بناء مثله أبدا، ولم يزخرف مسجد كما زخرف مسجد بني أمية، إذ اشتهر بتنوع زخرفته وكثرتها، بحيث تملأ كل فراغ مع مراعاة التناظر. فقد وضعت فيه ألواح الرخام الإيطالي المعروف وقتها بالرخام المجزع، بارتفاع 4 أمتار على جدران الجامع كلها الداخلية والخارجية، ووضعت فوقها لوحات الفسيفساء الأصلية المبتكرة. عرفت الفسيفساء في الشرق العربي القديم منذ 1000 قبل الميلاد، وعرفت الفترة الرومانية والبيزنطية بكثرة ألواح الفسيفساء، إلا أن فسيفساء الجامع الأموي كانت مبتكرة لم يسبق لها مثيل، حيث كانت عبارة عن قطع رخامية حجرية وصدفية ذات ألوان متنوعة الطيف، ومنها ما هو مذهب، وكانت كلها مغطاة بالزجاج ومثبتة باتجاه مائل نحو الأسفل كي تعطي لمعات مختلفة في عين الناظر لها من الأسفل.
وكانت هذه الفسيفساء كلها محلية الصنع. وفرشت جدران الجامع من الداخل ومن الخارج باللوحات الرائعة التي تحمل مواضيع مختلفة، جمعت صوراً من جميع بلاد الدنيا وأقاليمها، وصور الغوطة وبردة والقصور التي عليه. أما داخل الحرم فقد كانت لوحات الفسيفساء تمثل مكة والكعبة فوق المحراب، ثم لوحات تمثل الجنة على خلفية من اللازورد. وكانت أرض الجامع كلها مغطاة بقطع الفسيفساء وفصوص الذهب، لكنها أكبر من فصوص الفسيفساء الجدارية. إضافة إلى لوحات كتبت عليها بالفسيفساء المذهبة آيات قرآنية. أما الأسقف الخشبية فقد دهنت بالألوان المختلفة والذهب على خلفية بلون أزرق لازوردي. ونوافذ الجامع تم تصميمها على شكل قناطر مزودة بشمسيات من الجص المعشق بالزجاج الملون، مزخرفة بأشكال نباتية وهندسية مخرمة. وتألفت نوافذه الخارجية من شبك من الرخام الأبيض المنقوش بزخارف ورسوم هندسية متنوعة في كل نافذة. أما قبة الحرم فأرادها الوليد بن عبد الملك أن تشكل مع أسقف الحرم الخارجية وحدة معمارية تشبه شكل النسر الذي بسط جناحيه واتجه رأسه نحو الجنوب. ويمكن للناظر أن يلحظ ذلك المشهد من أي مكان في دمشق. أمر الوليد بطلاء القبة من الداخل بالذهب ومن الخارج بالرصاص، وتكاملت مع الألواح التي سقفت بها الحرم والتي كسيت أيضاً بالرصاص. أما مداخل الحرم فلم يكن لها في عهد الوليد أبواب خشبية، وإنما كانت عليها ستر مزدوجة من الديباج والحرير الدمشقي. وفي منتصف السور الشمالي للجامع أقام مئذنة مربعة مكسوة كلها بالذهب، وأسماها مئذنة العروس لأنها كانت تتلألأ ليلاً وكأنها العروس، وكانت هذه أول مئذنة في الإسلام. وأما صحن المسجد فقد تمت إضاءته ليلاً بعمودين من الحجر يحملان رأسين من النحاس مزخرفين، وكانا يستعملان كسراجين لإنارة صحن الجامع ليلاً. وبالنسبة إلى الحرم من الداخل فقد تمت إضاءته ليلاً بقناديل من البلور معلقة بسلاسل ذهبية، وجعل فيها المسك لتعطر رائحته الحرم، وجعل بالحرم أيضاً ثريا ثمينة ضخمة من البلور أو ما يعرف الآن بالكريستال. وهكذا كان الجامع الأموي أعجوبة من أعاجيب الزمن في عهد الوليد بن عبد الملك، وكانت دمشق أول مدرسة نشأ في أرضها الفن العربي الإسلامي من خلال عمارة الأموي الذي أصبح مدرسة إنشائية بحد ذاته، حيث تم بناء الجوامع في البلاد الإسلامية من بعده على شاكلته، مثل جامع قرطبة في إسبانيا الذي يعتبر صورة عن الجامع الأموي.
ظل الجامع الأموي أعجوبة زمانه حوالي 400 سنة بعد بنائه، لم يباهه في عظمته وجماله أثر من آثار الأمم التي جاءت بعده، وقد نظرت إليه باقي الأمم نظرة إكبار وعظمة بغض النظر عن موقفهم التاريخي من العرب والمسلمين. وظل أهل دمشق يحافظون على المسجد ويصونونه من أموالهم الخاصة وجهودهم الذاتية تارة، وبأموال الدولة تارة أخرى، وذلك كلما أصابه زلزال أو احتاج إلى ترميم أو إصلاح، وأوقفت عليه أوقاف كثيرة عبر تاريخه. وفي عهد العباسيين أنشأوا في صحن المسجد قبتين، الغربية منهما للمال سنة 171 للهجرة، وقد سميت فيما بعد قبة المال، ويبدو أن دوراً مالياً كان لها في يوم من الأيام، لم يستمر طويلاً، لكن القبة ظلت تحمل ذلك الاسم. والقبة الأخرى القبة الشرقية التي بنيت سنة 160 للهجرة، وتعرف بقبة زين العابدين، وعرفت بعد ذلك بقبة الساعات لأنهم كانوا يضعون فيها ساعات المسجد. كذلك أقيمت قبة على المتوضأ الرئيس سنة 369 للهجرة. بقي الجامع الأموي على شكله الأول الذي أعطاه إياه الوليد بن عبد الملك حتى عام 1086 للميلاد، حين قام الفاطميون بإحراق عدد كبير من أحياء وأسواق دمشق والأسواق المحيطة بالجامع الأموي، ما أدى إلى احتراق معظم الجامع وجميع المعالم الجميلة التي كانت موجودة في عهد الوليد بن عبد الملك، وأصبح الجامع خراباً يباباً وفقد هيبته وعظمته. ورغم كل أعمال الترميم التي أجريت له بعد هذا الحريق وحتى أيامنا هذه، لم يعد الجامع الأموي إلى شكله الأصلي الجميل الذي كان عليه بعد أن تم بناؤه لأول مرة. أصاب الجامع الأموي بعد ذلك إهمال كبير، وصار كأنه نزل، إذ امتلأ صحنه باللاجئين والمقيمين والمستودعات الخاصة بالتجار والأمراء، وامتلأ بالمقصورات والأكواخ، وبقي كذلك مدة طويلة من الزمن، إلى أن أتى السلطان المملوكي الظاهر بيبرس، فكان أول ما فعله أن طرد السكان منه، وهدم المستودعات والمقصورات، ونظفه، وغسل رخامه، ورممه وفرشه، فأعاده مسجداً أساسياً في دمشق مخصصاً للعبادة والعلم. ألمت بالجامع خلال حياته الطويلة كثرة المصائب، فجار عليه البغاة بالخراب والدمار، وبالمقابل رعته أيدي المصلحين بالإصلاح والعمار، كما احترق عدة مرات وضربته الزلازل فهدمته مرات كثيرة، وكان في كل مرة يجد من يرأب جراحه إصلاحا وترميما لما تهدم أو احترق، وكان ذلك يتم أحيانا بعزيمة الولاة والسلاطين، وغالبا بأيدي وأموال الأهالي. لكن هذه الإصلاحات كانت غالباً غير منسجمة مع هندسته المعمارية الأساسية، أو أن شكلها غير الشكل الأصلي الذي كانت عليه، فصار كالفسيفساء المعمارية، إذ تحكي كل قطعة منه
قصة الخراب والتجديد أو تشير إلى تاريخ أو حوادث معينة. فمثلاً أصيبت المئذنة الشرقية أو مئذنة عيسى كما يسميها الدمشقيون بالهدم أكثر من مرة، وكان آخرها زلزال عام 1759 للميلاد، فتم إعادة بناء قسمها السفلي في العهد المملوكي والقسم العلوي في العهد العثماني. إذن فإن شكلها الحالي تم بناؤه بعد الزلزال عام 1759 للميلاد، أي في العهد العثماني. أما مئذنة قيطباي فهي المئذنة الغربية للجامع الأموي، تم تجديدها في العهد الأيوبي، وتعرضت للعديد من الكوارث من حرائق عديدة أصابتها. ثم قام السلطان المملوكي الملك الأشرف قيطباي المحمودي بتجديدها سنة 1488 للميلاد وحملت اسمه. ثم تهدم جزء منها بزلزال عام 1759 للميلاد، وأعيد بناؤها على شكلها الأصلي. كما تعرض الجامع الأموي للتخريب على يد التتار والمغول، حيث عطل التتار الصلاة فيه وعسكروا به ونصبوا المنجنيق في صحنه لقصف قلعة دمشق منه. أما آخر حريق تعرض له الجامع فهو حريق عام 1892 للميلاد، فقد كان حريقا ضخما ذهب بالمسجد كله، فجدده أهل دمشق بجهودهم الذاتية وأموالهم الخاصة وأعادوا له الحياة مرة أخرى. من أبرز المبتكرات التقنية التي أضيفت للجامع الأموي الساعات، حيث إن الصلاة عند المسلمين تعتمد في أوقاتها على دقة دخول أوقات الصلوات حسب حركة الشمس من الشرق إلى الغرب، وأهم ساعة تلك التي كانت عند الباب الشرقي للجامع، حيث كانت هذه الساعة تعمل على الطاقة المائية، وكان لها مهندس يقوم على صيانتها الدائمة بشكل يومي ويعلم من ينوب عنه لصيانتها. أما الساعة الثانية فتدعى ساعة باب الزيادة، وهو الباب الذي فتح على الحرم مباشرة من جهة الجنوب، وقد سمي هذا الباب بباب الساعات. أما الساعة الثالثة فهي ساعة شمسية تحت مئذنة العروس، صنعت عام 1371 للميلاد، وظلت تعمل حتى عام 1873 للميلاد، حيث تكسرت فتعطلت لأنها كانت رخامية. وقد صنعها ابن الشاطر وهو رئيس المؤذنين في الجامع الأموي. أما الساعتان الأولى والثانية فقد نسبت صناعتهما وتشغيلهما عبر تاريخهما للطبيب الدمشقي ابن الساعاتي، الذي كان طبيباً في البيمارستان النوري. وقد أزيلت ساعة الزيادة وساعة باب جيرون ولا أثر لهما اليوم. كان الجامع الأموي مركزاً اجتماعياً وثقافياً وسياسياً هاماً خلال تاريخه، فقد كان المسجد الأول والأكبر في دمشق، حيث كانت وما زالت تقام فيه الصلوات الخمس والجمعة والعيدين عبر تاريخ دمشق. كما كان مدرسة بحد ذاته، إذ كان يشكل موقعه مدينة جامعية أساسية في دمشق، فحوله تنتشر المدارس الإسلامية، كما توجد المدرسة الظاهرية التي أصبحت داراً للكتب
وكذلك المدرسة العدلية وسوق للكتب تعرف بالمسكية، كما كانت تقام به حلقات العلم الدينية وغيرها لمختلف مذاهب الدين الإسلامي. ومر على هذا المسجد أشهر علماء التاريخ الإسلامي كأبي حامد الغزالي وابن الجوزي وابن عساكر وابن قيم الجوزية، كما مر به رحالة العرب المشهورون مثل ابن جبير وابن بطوطة، وضم الشعراء والأدباء والعظماء، وأقام الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز بإحدى زواياه. وفي الحروب الصليبية اتخذه قادة المسلمين قاعدة للتعبئة الشعبية لحث المسلمين على الجهاد، فمنه كان نور الدين الزنكي يعبئ الناس للجهاد، وكذلك فعل صلاح الدين الأيوبي الذي اختاره الناس ليدفن بالقرب من جامعه المحبب لقلبه طوال عمره، حيث ترعرع في دار العقيقي قرب الجامع الأموي ودرس وتعلم وتهذب في هذا المسجد، كما صلى في هذا المسجد الظاهر بيبرس، وكان له الدور الأكبر في إعادة إحيائه مرة أخرى كمنارة علمية. كان الناس خلال الحروب الصليبية يجتمعون في الجامع بعد صلاة المغرب رجالا ونساء كي يسمعوا الأخبار يوميا عن تطورات الحرب، حيث كانت الأخبار تأتي لقاضي دمشق بواسطة الحمام الزاجل، ثم يقرأها المنادي على الناس عبر منبر المسجد، فيتناقشون بالأمر ويتخذون القرارات، وخاصة عندما يطلب من الناس حل مشكلة معينة مثل مشكلة حصار الأبراج المتحركة لمدينة عكا من قبل الصليبيين، والتي وجد كيميائي دمشقي حلاً لها وذهب بنفسه إلى عكا وقدم الحل هناك. لقد شغل تل المعبد في دمشق على مر العصور التاريخية كمعبد كبير كان مركزاً للمدينة، ونشأت حوله الحضارات المختلفة حتى انتهى به الأمر ليصبح مسجداً جامعاً ضخماً بهياً حمل اسم بني أمية عبر التاريخ. زال بنو أمية وزال ملكهم وزالت قصورهم، لكن المسجد العظيم الذي بنوه والذي أصبح ملكاً لأهل دمشق بقي بصمة من بصمات الزمن، سواء في عمارته أو دوره الاجتماعي والثقافي والعلمي والسياسي الذي لعبه عبر العصور. قد يكون هذا الجامع لبس الفسيفساء وتحلى بالذهب وتسربل بالحرير والديباج وشمخ على كل بناء على وجه الأرض، وقد يكون الزمان سقاه بعد ذلك من حلوه ومره، من نعيمه وبؤسه، مثلما قدم لكل أهل دمشق، لكن الجامع الأموي ظل حفياً بأهل دمشق، وظل أهل الشام يحتفون به ويبذلون له النفس والنفيس، ليبقى مسجدهم رافعاً كلمة الإسلام، قائماً بأهله الذين لا يزالون يحافظون على تراثه وشعائره، ولا يزال الجامع الأموي المقصد الأول لكل سائح يأتي إلى دمشق. لو أمعنا النظر في أقدم مدينة مأهولة في التاريخ نبصر من كل أرجائها هذا النسر الذي يشمخ في سمائها باسطا جناحيه، وكأن دمشق تحتضنه وكأنه يحرسها.